هل من أزال تميمة قد وضعت أو علقت على سيارة أو على معدة ثقيلة، هل له من الأجر كمن أزالها من الآدمي كعدل رقبة؟ ما نقول إلا ما ثبت في الأحاديث، لكن أنت عليك السعي في إزالتها ولك الأجر إن شاء الله. ما تحديد الأجر هذا لازم من دليل. نعم.